But the primary aim is and should be. الهدف الأساسي من البوذية مساعدة جميع الأحياء. كل الأحياء يرتبطون فينا في شكل ما في هذه الحياة أو في حيوات سابقة، سواء عرفناها أو لم نعرفها. حدث ذلك قبل حوالي 8 سنوات حين أردت أن أتعلم التأمل. قبل ذهابي كنت متعبة وعلى وشك الاستسلام، وكنت أشعر بأن العالم ليس عادلاً، لكن كل شيء تغير بعد عودتي. وقد طلب مني أولادي أن أقرأ لهم كتاب البوذية المقدس. حاولت، لكن ذلك بدا صعباً. البوذيون عادة لا يقرؤون كتابهم المقدس، بل الرهبان البوذيون هم من يفعلون ذلك. وكوني ممثلة، أحرك جسدي فيفهمني المشاهد في شكل أفضل، وأعتقد بأنني إن أمكنني القيام بهذا أمام أولادي، فيمكنني القيام به أمام الجميع. لذلك أعلنت عن تقديم مسرحية تحكي عن البوذية. السيدة باترافادي ميجودون التي أسست على اسمها مسرحاً مسرح باترافادي هي من أهم ممثلات تايلاندا وأول من أنتج مسرحيات عن الفلسفة البوذية. وتأتي مسرحيتها الكسوف التي تجمع بين تقنيات الرقص التقليدي والرقص المعاصر لتعبر عن عذابات الإنسان. فيما مضى كان الناس يخافون من رؤية الكسوف. كانوا يعتقدون بأن القمر ابتلع الشمس فيرتعبون ويصابون بصدمة. أما اليوم فنحن نعلم أنها مسألة مدار الشمس والقمر. كما ترى في البوذية حين تعرف الحقيقة لا تصاب بصدمة، ثم تفهم، وحين ترى الكسوف تقول هذا كسوف. ككل البوذيين تؤمن باترافادي بأن العالم مسكون بالعذاب، لأن الإنسان عادة يصعب عليه التخلي عن الماديات. فالقوة والامتلاك والانتماء والرغبة والكراهية والفخر تحرك الفكر وتغرقه في الارتباك. يجب أن نستوعب مفهوم العذاب، فهو كالكسوف يأتي ويرحل من تلقاء نفسه. وبالنسبة إلينا كممثلين،
حين نتعلم كيف نستنبط كل المشاعر ندرك كم هي متعبة هذه المسألة. إذن لماذا يجب أن نعيشها في الحقيقة؟ يمكننا أن نمثلها لنظهر للعالم مدى بشاعتها وصخبها، وإنها قد تؤدي بنا إلى حالات أكثر بشاعة. يكفي أن نظهر للعالم أننا لسنا مضطرين إلى عيش هذه الحقيقة المرة، لا شيء يستحق ذلك. رغم تركيزها على الأمور السيئة في الحياة، تنظر البوذية أيضاً إلى النواحي الإيجابية في التجربة الإنسانية. ففي الحياة ثمة أوقات سعيدة، ولكن تجارب الإنسان فيها لا تكتمل. في الواقع إن السلام الحقيقي والسعادة بحسب تعاليم بوذا تنبع من الداخل. يجب أن نبدأ من أنفسنا، نتمرن ونحسن أنفسنا. طورنا الكثير من العلوم والتقنيات في استطاعتنا غزو الفضاء، لدينا كل شيء ولا نشعر بالسعادة. بعضنا يعانون مشاكل نفسية أو روحية لأنهم غارقون في الماديات والاستهلاك، وينسى هؤلاء التدرب على تطوير العقل ليميزوا ما هو مثالي في داخلهم. عليهم أن يكونوا معتدلين، أن يجدوا السبيل الوسط ما بين المادي والروحاني في الحياة، ما بين الجسد والعقل، ومن دون أي تطرف. الاستنارة تمثل الهدف الأعلى للبوذيين، وبوذا هو المستنير، لكن الوصول إلى الاستنارة يفرض إدراك السبيل الوسط. بوذا شخص مستنير كلياً، وهو من أزال العواطف السلبية وكل بصماتها، كما أزال العذابات وحقق الإيجابيات المطلقة. خلافاً لغيرها من الأديان، لا ترتكز البوذية على علاقة بين الله والإنسان، وإنما على التطور الروحاني الذاتي الهادف إلى فهم حقيقة الحياة وطبيعتها. وبوذا نفسه أصر على اختبار تعاليمه والتأمل فيها وعدم قبولها لمجرد إكرامه. منذ ما يزيد على 2500 عام، ومع أكثر من 350 مليوناً من المؤمنين في العالم، ترتكز البوذية على تعاليم سيدارتا غوتاما شاكياموني، وهو أمير هندي هندوسي أصلاً، ولد في حدود العام 560 قبل الميلاد في مدينة لومبيني الواقعة حالياً في النيبال، حيث كان والده ملكاً على قبيلة الشاكيا. عاش غوتاما في قصر والده حياة البذخ والترف، وكانت والدته قبل ولادته قد رأت في حلمها أنها سترزق بصبي وسيكبر ليصبح ملكاً أو قديساً جوالاً. ولشدة خوف والده مما قد يحصل، أبقاه في القصر كي لا يتعرف إلى وجوه الحياة خارجه. وذات يوم شعر غوتاما بأن هذه الحياة بدأت تصيبه بالضيق، فأقنع سائق عربته الملكية بأن يصحبه في نزهة خارج أسوار القصر. هذه النزهة القصيرة غيرت حياته إلى الأبد،
والتقى خلال نزهته وللمرة الأولى في حياته رجلاً تكوم ظهره تحت ثقل السنين. كما رأى بعد ذلك رجلاً مريضاً ثم جثة محمولة إلى المحرقة. راح غوتاما يسأل سائق عربته عن معاني ما يرى، ومن الأجوبة فهم ما في الحياة من عذاب، واستوعب فكرة انحصاره في دوامة من الولادات والوفيات الموجعة تعرف بالسامسرة. الهدف الأساسي في البوذية هو تخطي دائرة السامسرة، دائرة الولادات المتعاقبة، لأنها غالباً ما تحمل العذاب. نولد من جديد ثم نموت، ثم نولد ونموت، ويتكرر الأمر باستمرار. تتابع المشاهد المأساوية أمام عينيه وعدم اكتراث سائق عربته بها باعتبارها محطات عابرة في حياة الإنسان العادي جعلت غوتاما يتأثر جداً، خصوصاً لدى رؤيته المشهد الرابع. كان قد بدأ يسأل نفسه عن قيمة حياته وشبابه وامتيازاته التي لم تكبح مشاعره حيال ما رآه أخيراً. رجل قديس يعرف بالسادو. السادو ناسك هندوسي تخلى عن إغراءات الحياة، عن الرغبة والثراء والقوة والواجبات، لينصرف كلياً إلى التحرر الروحاني عبر التأمل والتواصل مع الله. مع مشهد السادو بدأ غوتاما يجد ما ظنه أجوبة لتساؤلات طالما طرحها. فهم غوتاما أن لغز الوجود والقدر لا يحل بمجرد أن يتمم المرء واجباته الاجتماعية، فقرر اتباع نهج السادو. تخلى عن كل شيء وتسلل بعيداً عن القصر وبدأ حياة الزهد والتجوال. كان مدفوعاً بالرغبة في مساعدة المعذبين، أطلق النذر الكبير وسعى للوصول إلى أعلى درجات الاستنارة. فهم أن على المرء أولاً أن يحقق الأمر مع ذاته، فيطهر نفسه ويفعل إرادته لبلوغ المعرفة ليستطيع لاحقاً أن يساعد غيره. عاش غوتاما 6 أعوام من الزهد المتطرف، ثم اكتشف أن هذا ليس حلاً بالنسبة إليه للخلاص من عذابات الأرض، فتخلى عن هذا النمط الصارم الذي يقوم على نكران الذات، واعتمد ما سمي لاحقاً السبيل الوسط. السبيل الوسط يكمن في إيجاد التوازن بثلاث طرق: الأولى هي التمرن على الحكمة، الثانية تمرين النفسية بحيث يمكن للمرء أن يعيش خصوصاً في المجتمع المعقد، الأخيرة وهي المرحلة الذهنية ليصبح العقل مسالماً. وعليه فإن الاستنارة ليست إلا فهم الإنسان لنفسه وطبيعته. ذات يوم وفيما هو جالس تحت شجرة البودي غرق غوتاما سيدارتا في تأمل عميق، ازداد إصراره على الغوص أكثر في حقيقة الحياة. وحين حدق في نجمة الصبح بلغ الاستنارة الكاملة وأصبح تالياً البوذا أو العارف المستنير.